مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا الأستاذ زهير عبد القادر، وهو رئيس تنسيقية معلمي تجرى. بداية أستاذ زهير، حياك الله معنا في قناة تنصح. كيف تعلق على استجابة المعلمين للاعتصام المفتوح وعدم الامتثال لقرار وزير التعليم القاضي بأن اليوم الأحد 15 من أكتوبر اليوم وهو أول أيام العملية التعليمية في ليبيا ككل؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر قناة التناصح على اهتمامها بهذا الموضوع المهم جدا والحيوي. بالنسبة للإضراب والاستجابة للإضراب، الإضراب هو نابع من المعلمين ومن وزراء المدارس، هم من طالبوا بالإضراب وهم من نفذوا الإضراب. وبعكس المرافق الأخرى استجابت اليوم والكثير من المدارس انضمت إلى الإضراب. طيب، والحقيقة أن الوزارة والمسؤولين كلهم لم يكونوا على مستوى الحدث. طيب، ولم يعوا هذه المشكلة، وهذه المشكلة الكبيرة. نحن مضطرون للإضراب، المدارس لا تسمح، ليست جاهزة للعام الدراسي الجديد، والحلول من المعلمين كلها حلول تنسيقية، تحتاج الحلول إلى دولة. نعم، حقيقة الوزارة لم تهتم بعملها. نعم. طيب أستاذ زهير، من خلال عدم الامتثال لقرار وزير التعليم اليوم في أغلب المدارس في ليبيا ككل، هل هناك أي إجراء من الوزارة بهذا الخصوص في حق المعلمين؟ لا يوجد إجراء، لأن الإضراب نوع عام لكافة مدن ليبيا. الإضراب في أنحاء ليبيا، ماذا تفعل الوزارة يعني؟ لربما تكون هناك عقوبات من قبل الوزير بحد ذاته للمعلمين. لو تجرأت الوزارة على أي إجراء لتقدم المعلمون جميعا باستقالة وتركوا له المدارس نهائيا. هل هناك تنسيق مشترك بين هل هناك تنسيق مشترك بين كل المدن الداخلة في الاعتصام المفتوح للمعلمين بهذا الكلام الذي تتفضل به؟ نعم، يوجد تنسيق كبير وتواصل مع النقابة العامة ومع التنسيقيات الأخرى، ولدينا اجتماع للمنطقة الغربية نهاية هذا الأسبوع. التنسيقيات كلها مدعوة لهذا الاجتماع للبحث في هذا الموضوع وفي ما يمكن عمله وكيفية التواصل مع الوزارة والحكومة. نعم، ولكن من طرف آخر أستاذ زهير، البعض يتهمكم بأنكم انتهازيون وتسعون وراء المادة وليس وراء مصلحة الطالب والتلميذ، وإلا لكنتم قد افتتحتم المدارس وأديتم الواجب التعليمي المناط بكل معلم اليوم. نعم، لا ننكر أن نحن نريد العدالة الاجتماعية ونريد المرتب أسوة بالقطاعات الأخرى، بأغلب القطاعات الأخرى. نعم، نحن لا ننكر هذا ولا نتصور، نحن نطالب بحقوقنا وأكدنا هذا في أكثر من مناسبة. نعم، ولكن العملية التعليمية لا فائدة من فتح المدارس كالسنوات الماضية. ما هي المخرجات؟ ما هي الفائدة؟ ما الفائدة من فصل 52 طالب في الصفوف الأولى؟ يعني نضحك على روحنا بالليبي، ما فيش مخرجات، ما فيش تعليم في ليبيا، ما فيش تعليم. لو استمر بهذا الوضع يعني كارثي، كل سنة أسوأ من سنة. الوزارة دائما تعد، من سنتين لدينا قرارات لم تنفذها، لم تضمنها للميزانيات، بينما نسعى بمصاريف أخرى. ماذا تقدم الوزارة أو الحكومة للتعليم؟ مجرد مواصلات لبداية العام الدراسي ومواعيد للامتحانات، والكتب كل سنة تتأخر. إلى هذا العام الكتب متأخرة. ماذا قدمت الدولة للتعليم؟ هل يوجد تعليم في أي دولة بدون ميزانية؟ طيب، في حال استمرت الوزارة وعلى رأسها وزير التعليم اليوم بتجاهل هذه الاعتصامات ورفض هذه الاعتصامات ورفض مطالبكم أنتم الشخصية، ما هو الخطوة القادمة أو بالأحرى متى سيبدأ العام الدراسي؟ نحن مضطرون في الإضراب، وسنناقش هذه التطورات في اجتماع التنسيقيات وبالتواصل مع النقابة العامة. يعني لا أستطيع أن أريك الخطوة القادمة أو أن أتحدث بخطوة قادمة إلا بعد الاستماع مع التنسيقية. نعم، لابد، هناك الكثير من الخطوات وهناك كثير من الإجراءات، ولكن بعد استماع التنسيقيات سنعلن عنها بإذن الله. نعم. إذن الأستاذ زهير عبد القادر، رئيس تنسيقية معلمي تجرى، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.